السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في اكسيو، جيت نشوف الجديد اللي جابوا اليوم. صراحه كل مره كنجي كنلقى الجديد. بقاو معايا. واول حاجه غادي نمدها لكم في الجهه نتاع الاحتفالات ديالهم تاع الفيناختن اولا الكريسماس، كيحطوا بزاف هنايا الديكورات والبلاطويات. كاينين هاد بلاطو بالو لي جداد اللي هو كامل تاع الحديده وعنده 4 نتاع رجيلات وصغير، يعني ماشي صغير وماشي كبير، متوسط زوين. كاين فيه اما اللون الاسود وكاين فيه حتى اللون الذهبي. في اللون الذهبي بقى هنايا غير واحد وعاد راه هو معوج. شوفوا اللون الذهبي رائع الشكل ديالو، وحتى الثمن ديالو مناسب 4 أورو 99 سنت. هذا تحطوا فيه الحلويات المملحات اولا تحطوا فيه الديكور للصالون، كيصلح لكل شيء. وكاينين هادو نتاع الحديده اللي فيها 3 نتاع البلايص فين تحطوا الشميعات. كاين فيه هكا اللون الاسود اولا هذا اللي فيه الذهبي، الثمن ديالهم 4 أورو 99 سنت. وكاينين حتى هادو البنات، هادو نتاع الجاج فيهم 3 البلايص فين كتحطوا شميعات لداخل. درتو بالمقلوب كيكون بحال هكا، الثمن ديالو 9 أورو 95 سنت. لا البنات هذا ماشي بالمقلوب، حيت دورتو راه هو بحال هذا كامل باللون الاسود، يعني ملي كديروا شميعات هنايا كيعطي واحد المنظر زوين. هذا بوحدو. وجابوا حتى هاد المنظمات اللي هما نتاع الجاج، كديروا هنايا الاكسسوارات ديالكم كما داروا هنايا في الصوره اللي مقسومه على 3. كاين فيه اما اللون الذهبي وكاين فيه حتى اللون الاسود، الثمن ديالو 6 أورو 79 سنت. وكاينه حتى هذه منظمه نتاع الاكسسوارات، هذه كبيره، هذه نحاول نجبدها بلا ما نطيح شي حاجه، كتكون بحال هكا اللي مقسومه على 4، فيها التوب نتاع المبره اللي الثمن ديالها 6 أورو 95 سنت. وكاينين حتى هاد الديكورات، حتى هادو راهما في الاحتفالات نتاعهم، ولكن ما كيوحيش على الاحتفالات اللي خدامين بالحجيرات وكيديروا الاضاءه، وعنده هذا الخيط تقدروا تعلقوه اولا تحطوه، وفيه اشكال مختلفه نتاع الورود لداخل، اما هذا الشكل اولا هذا. وكاين هذا واحد راه هو بعيد لهيه، الثمن ديالو 4 أورو 99 سنت. وكاينين حتى هاد البلاطويات نتاع الخشب، شوفوا راه هو كبير بزاف، الثمن ديالو 5 أورو 79 سنت. حتى هذا تقدروا تحطوا فيه هكا الحلويات المملحات او شي تقديم تاع الفطور او تحطوا عليه الديكورات. وجابوا البنات ديك النهار وريت لكم هادو، هاد الطباس نتاع النجيمات وكيكونوا فيهم حتى الحجم الصغير، لاحظت جابوا الحجم الصغير كاع ديالهم. شوفوا حتى هذا ما كيوحيش على الاحتفالات ديالهم، تحطوا فيه هكا شي حاجه، شي صوص او اي حاجه اللي هما نتاع البديع، الثمن ديالهم 69 سنت. وكاينين حتى هادو اللي كنحطوا عليهم هكا التبصيل في التقديم تاع الاكل، هادو بالو لي جدادين حيت بزاف كيجيبوا بحال هادو، ولكن هذا عنده بحال التوب هنايا، كاين فيه اما هاد اللون اولا هذا، الثمن ديالو 2 أورو 99 سنت. وجابوا هاد الانارات اللي خدامين بالحجيرات اللي فيهم 10 نتاع هاد البولات، للثمن ديالهم 4 أورو 69 سنت. وكاينين حتى هاد الديكورات البنات، حتى هادو راه ما كيوحيش على الاحتفالات، يعني تزينوا به هكا الغرف نتاع الاطفال، راه خدامين بالحجيرات وهذا راه هو كيدور. كاين حتى هاد الشكل، هذا البوب كورن للثمن ديالو 7 أورو 95 سنت. وكاينين حتى هادو اللي خدامين بالحجيرات كيديروا الاضاءه، الالوان مختلفه، شوفوا الثمن ديالهم 1 أورو و82 سنت. وشوفوا شنو جابوا البنات، هاد الديكور نتاع الفصل الخيري، عجبني الشكل ديالو كيفاش كيدير، ديكورات رائعه للثمن ديالو 4 أورو و79 سنت، راه فيه اشكال مختلفه. وكاين حتى هاد الخزانه اللي هي نتاع الحديده وفيها 3 نتاع المجوره تاع التوب باللون الاسود، الثمن ديالها 13 أورو 95 سنت. وكاين حتى هاد الكاشه
هذه نفس الطريقه اللي جابوا واحد المره ليدل اللي هي ثقيله، راه فيها 7 كيلو. ما عرفت علاش الناس كيعجبهم هكا، كيعجبهم هكا شي حاجه تكون ثقيله. الثمن ديالها 34.95 أورو. واما في الجهه فين كاين بلاستيك والمنظمات، راح تجابوا هذه كمنظمه الثمن ديالها 3.99 أورو. وكاينين هاد الكاشات في الجهه فين كاين اللوازم تاع الاطفال الرضع، هادو كاين فيه اما اللون الابيض والبني، كاين الكريم وكاين الغوص البنيتات اللي فيهم 75 على 100 سنتيم، الثمن ديالهم 4.95 أورو. وكاينين حتى هاد الكاشات، شوفوا كيفاش كيجيو التوب ديالهم، كاين هاد اللون، كاين هذا اللون الابيض، الثمن ديالهم 4.99 أورو. ودخلوا حتى هاد البيجامات زوينين، كاين فيهم هاد اللون، كاين فيه هذا، الثمن ديالهم 8.95 أورو. ودخلوا حتى هاد الكلايد، كيجي بحال هكا، كيجي طويل واليدين كيجيو شويه قصارين، كاين فيه هاد اللون الزيتي وكاين اللون الاسود، الثمن ديالو 8.95 أورو. وكاينين حتى هاد الاحذيه بالو ليا جدادين تاع النساء، الثمن ديالهم 11.95 أورو. وكاينين حتى هاد الشاشيات، هادو كيجيو البنات تشوفوهم مبطنين لداخل ورطيط بين تاع الوليدات، كاين فيه هاد اللون، كاين هذا وهذا اشكال مختلفه، وكاينين حتى هادو تاع البنيتات فيهم الغوص، وهادو فيهم الالوان مخلط، الثمن ديالهم 2.99 أورو. اليوم جابوا حتى هاد سكوتر اللي هي كبيره بزاف، الثمن ديالها 79 أورو. واما في هاد الجهه في كاين الادوات الالكترونيه، لاحظت جابوا هذه، هذه كتصلح التابلت في كتحطوها اللي هي نتاع الخشب، الثمن ديالها 2.99 أورو. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا اليوم اكسيو. غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.